اهتمامي وحبي بالسفر والسرد القصصي بدأ من الصغر. أعتقد جدي كان له تأثير كبير في حياتي، كل يوم يوصلني ويجيبني من المدرسة، وفي كل رحلة يعطيني قصة جديدة. كل القصص القديمة بدأت ترجع لي شوي بشوي، بالذات لما بدأت أتجه إلى مرحلة التصوير والسرد القصصي. الآن حاولت في هذه الفترة إن أرجع إلى نفس الطريق اللي اتخذه. أصبح السفر بالنسبة لي في الوقت الحالي متعة. كثير من الأيام أسافر لحالي، وهذا يعطيني الحرية الكاملة في أني في التوقف، في الاستمرار، في تغيير المسار، أني أطول الرحلة وأقصرها على حسب الاحتياج. بنفس الوقت على أني أسافر لحالي، لكني أنا دائما ماني لحالي، بمعنى أنا دائما أتجه من مكان لمكان، أعرف في ناس، وهذول الناس هم بيسكلي الأصدقاء اللي يوروني كل منطقة أزورها. هذا جمال السفر. قد يكون الفترة الوحيدة اللي أنا فيها لحالي هي فترة الطريق نفسه، لكن من منطقة لمنطقة دائما أكون مع شخص، وفي الغالب هو شخص مميز. الجميل في السفر إنك تبدأ تتعرف على اختلاف طبائع البشر، وسبحان الله طبيعة الأرض لها تأثير كثير في طبيعة البشر. تبدأ تتعرف على هذه التفاصيل البسيطة، ثم تتعمق فيها أكثر وأكثر، وتبدأ يعني تتلذذ فيها بمعنى صح. أصبحت الآن يعني أرى الناس بمنظور مختلف، أصبحت الآن أنظر إلى التاريخ بمنظور مختلف، أفهم الكثير من التراث. يعني أنت تقرأ عن التراث، لكن لما تروح المكان وتبدأ تتكلم مع أهله وتبدأ تعرف التفاصيل الدقيقة فيها، تبدأ تكمل عندك الصورة. أنا اهتمامي هي أني أنقل الصورة للناس جميعا بالتصوير فيها، وأخذ وقتي الكامل فيها. لا أحب أني أستعجل، أصور، أتعرف، أتكلم، أتمشى.